مع تتشيل محل جديد من محلات كوتون، بعتت صديقتي رولان عمري لنشوف معه ونتعرف على آخر الصيحات والتقليعات للموضة لهالموسم بافتتاحية كوتون الجديد بالإميريتس مول بدبي. بكلمة واحدة، شو يعني كوتون؟ As you can see, it's a completely new store. We put it down and we build it up again. I think that everybody's going to be really happy. We have the latest technology. It's a really warm feeling. The new layout is fantastic. I think it's just going to be a great shopping experience. مش معه. أنا محتارة بصراحة شو أختار، خصوصا إنه أنا عندي my kids، إنه دائما بحاول أنا أقيلهم قطع كتير مميزة. هون مش معقول شو واحد ممكن يحتار، يعني little مثل هيك التوبس اللي نحنا البولوفر اللي كتير منحبون، فيهم كمان الليذر مع الول بنفس الوقت، كمان مأخوذة من concept الموجود بكل المحل أو الكولكشن. هلا بالنسبة للصغار، البنات الصغار يا ويل شو حلوين، راح يكون عن أنا بصراحة ما بعرف، بختار هيدي السكيرت مثلا الفلورال مع الليتل باترفلاي، أميزينغ. واللافت أيضا الدمج الحلو للمواد المستعملة بديكور كوتون الجديد. Well, the design team, we learned a lot and we wanted to make sure that we wanted to improve the shopability. So we know now that we have clean walls, we selected really carefully with the design team, the colors of the walls, the wood, you will see wood around it, and it's about to have that warm feeling. And obviously all the fixtures, they are handmade for us to translate the capsule collection that we have in each of the themes. هلا رح نروح على المين كولكشن. المين كولكشن مثل ما قلنا انه الشيرت دائما مميز عندهم لانه الفت عندهم اياهم على قد الجسم. متهيألي انه الكارديجان كثير حلوين ومرتبين، بيعملوا اي حدا سمارت، سواء كان على تي شيرت شيرت او على جينز او حتى على بنطلون رسمي، بتحس انه بيعطي هيك لوك كثير فورمال وكثير مهضوم لاي حدا ممكن انه يلبسه. Men are into these things، يعني تبقى شوي مختلفه. شفنا كمان قديه مهم انه كل مجموعه بتتناسب مع كل الاذواق. Just to give you an example, this store so far can hold 2500 different styles. So it's really difficult that any single shopper will come inside and looking the layout, looking at the collection will get out of the door without a nice product. عندكم الليذر بيسز باللون الاحمر كثير مميزه بالديتيلز اللي هي مزمومه على جانب مع السحابات اللونها ذهبي، لانه اللون الذهبي هلا كمان راح يكون كثير مطلوب بالاكسسواريز والزيبرز الموجودين كمان على الباجز وحتى على الشوز. من بعد ما لفينا بالمحل لاحظنا انه في طابع خاص وجديد ومتطور جدا بطريقه عرض الملابس. If you look at the competitors, if you put the quality, the fashion together, I can guarantee you that we have the most affordable fashion in the region. And this is why we are in Mall of the Emirates with a flagship store. And we are in Saudi Arabia. We have over 45 stores because our customers in the region, they really appreciate us.